في نهاية ستينيات القرن الماضي تعرف شاب سعودي مسلم حنبلي على شابة ألمانية مسيحية بروتستانتية هنا في البحرين، ووقعا في الحب وتزوجا، ونتج عن هذا الزواج 4 أطفال، هم أختي الكبيرة يارا وأنا، ثم أخوي فارس ونجاد. وعندما أستحضر ذكريات الطفولة وأفكر في علاقتي والدي ببعضهم البعض وسبب نجاح هذه العلاقة أو هذا الزواج الذي دام لأكثر من 40 عاما حتى وفاة سيد الوالد رحمه الله، أستنتج أن السبب الرئيسي لنجاح هذا الزواج هو أنه كان مبنيا على 3 مبادئ بسيطة، وهي الحب والاحترام والتسامح. وهذه المبادئ هي مبادئ إنسانية عالمية تحث عليها جميع الديانات، ولكن للأسف نجد من يستغل المذهب أو العرق أو الدين لنشر مبادئ معاكسة تماما. لذا يجب علينا نحن محبي الخير والسلام والتعايش، يجب علينا مكافحة قوى الظلام والعمل دوما على نشر القيم الإنسانية التي جعلت من زواج هذين الشابين